let me start with the عمر. عمود 6 I think. Okay. So the 50-50. So هون بدنا like نفس الكونسبت اللي اشتغلناه بوقتها بالجافا سكريبت. بدل بس ما نستعمل document.write لنعرض الريزلت تاعيتنا، نحن فينا we can write in the document directly using echo. Okay. ف it's almost like the same concept. So أول سؤال بالنسبة لكم هين بسيط. Okay. أكبر من 0.5 أصغر من 0.5. يس يس يس. حطيتها بين 1 و 2. وصلت لها 1؟ حطيت الران، حطيت الفاليوز بين 1 و 2. اه الراندوم بين 1 و 2 بس. إذا إيكوال 1 يعمل هيك، إذا إيكوال 2 يعمل هيك. اه أوكي أوكي. ما في، حطيتي بس بين 1 و 2. أنت هذا باراميتر للراندوم ميثود. يس يس. أوكي. طبعا اللي بيطلع اونلاين بيقرا الهلب تاع راندوم فانكشن، لك بيلاقي a lot of ways to call it and you can get whatever you want. Counting words. So write a function called count words. بتاخد a certain string that takes any string of characters and finds the number of times each word occurs in it. Okay. You should ignore the distinction between capital and lowercase letters. And do not have to worry about dealing with characters that are not letters. Okay? So, مفروض هون somewhere يبين علي مثلا أنا الريزالت تاعيتها. For instance, إذا كان عندي هيدي السترينج، so سي مفروض يقول لي هيدي السترينج اللي هي أول وحدة، actually في يكون عندي أنا لهيدي السترينج اللي هون بدك تشوف كيف هي بتنكتب as in Unicode or something like that internally. Okay. Yes. So هون حياتاً اكتشف انه في عنده 13 كلمة وهدول هني. هلا هيدا بس if you call the explode function. فكان كانه actually هذا الكود يعني كمان عم بفسر لك كيف شو في functions كيف فيك تستعمله. So فمعناتها إذا واحد بيعيط لـ explode بيحطها بقلب result معينة، إذا بيعمل لها dump لهيدي الـ array var dump حيقدر يكتشف إنه هيدا هو result of the explode array. Yes. Yes. ترد لك array بقلبه exactly نفس how the data. بصير بتقول لك like إنه مثلا I need a candle. So حتقول لك هيدي الجملة إذا في بيناتهم spaces هي بقلبها كلمة I وبقلبها بعدين كلمة need بعدين a بعدين candle. اوكي okay. فبتعطيك انه هي بقلبها اربعة sub strings number 0 هي i number 1 اوكي okay. لحديت ال index number 3. هذه explode. ال count words اوكي okay. should group these شو اسمه words together. وليكي شو مبين انه التريك اللي عم بيستعمله بهالحالة. سو عم بيروح كأنه عم بيشوف كل ما يطلع له word معينة عم بيروح على table of results أو على words count array. عم بيعترف عنده array اسمه words counts. عم بيقول له رح لي على أول على ال key اللي اسمه i مثلا أوكي حتى اللي بقلبه 1 أوكي. بس أول شيء عم بيقول له إذا هذا على هذا ال key هذا ال array ما كان معرف قبل يعني usually it's like it's equal to zero. Okay. ف حط اللي بقلبه 1 else حط اللي بقلبه الفاليو القديمه plus 1. فبس عم يشوف اذا is set ايه ولا لا. Okay. وعم بيستعمل automatically كاكي ال string اللي هو substring او الword اللي هي طالعه معه. Okay. فهيك بصير بدله لما يرجع يلاقي كلمه ثانيه كمان كلمه امتى مره ثانيه محل بالهذا بصير بيروح على هيدا الانتجر بياخذ الفاليو القديمه اللي كانت 1 بيزيد عليها 1 صارت 2 صاروا 2 بعدين يصيروا 3 4 5 6 and so on. Okay. So how to manipulate these things. So actually انتو كان هي كل الفكره من هذا السؤال actually الواحد بس يروح على هدول الفانكشنز تاعو للاريز. Okay.
ويروح يشوف كيف لك الانيشاليزيشن تاعيتهم بتصير. سو مثلا في واحد يقول له equal array open and close parenthesis semicolon بيخلق an empty array and then you can add to it whatever you want. إذا بنستعمل empty brackets like that بصير بحط لي اياهم هون at the end of the array. ما هيك انا بعمل push بعالم الجافا سكريبت. Otherwise إذا أنا بقول له رحلي على الأري at index كلمة معينة ففي حط لك عنده في حط a specific value. بما إنه إذا بحط value جديد بحط مثلا فيها 1 عند تاني وجديد it overwrites ال value القديمة فبطير من إيدي. أنا لازم استعمل ال set أوكي لشوف إذا هيدي ال value already معرفة ولا لا. إذا معرفة حتكون صارت already 1، إذا مش معرفة أنا لازم أعرفها بإيدي وحطها 1 أوكي. What else like I could use print r ولا var dump لحتى لي ما اعمل access عليها. And then to iterate on the array actually I could use the for each loop. Okay مثل هون بهذا ال example. So ال set هون عنا اياها بدنا نشوف اذا كان key value معينة is not null. What else when عندي انا loop for okay so for each actually في له for each value in the array name okay بكتب الarray name as value او كمان I can say for each key implies value in the array name. Okay فانا مثلا في روح له for each dollar key implies dollar value in dollar words okay a word counts do display the word dollar key appears dollar value times okay لأنه أنا حكون already حاطتهم as pair of الكي هو اسم الكلمة. شو هي الكلمة low letter والvalue تعيتهم هي حتكون هي كم مرة ال number of occurrences of each one. Okay الكي حتكون هي الindex بقلب الarray. Okay بحد ذاتها فحتكون هي الكلمة والvalue تعيتها in this associative array حتكون هي number of occurrences of the word. Okay let's do this example. So usually you can use dump var dump okay let's see تعرض كل ال values تاعو ال variables تاعو لك var dump كل اي اسم variable بدك اياه بيعرض لك اياه within the HTML page itself. Otherwise في tools بيعملوا لك debugging لل PHP بيقول لك like at any moment انت هلا شو صارت الريزلت تاعت البيج بس honestly انت يعني like مش مضطر الا عرفت لانه يا ما هيدي البراوزر قدامك هو عم يعمل لك الاوتبوت تاعك كل شيء انت بدك اياه. Okay so this is somehow the standard way of doing things بس انه اذا بمحل معين بقى عند انه عبالك تشوف شو في بقلب الميموري الفار دمب هو بيعطيك كل شيء. Yes انا بعد ما بلشت التسجيل ولا بلشت اوكي I have to go to www directory so homework 6 exercise2.php. Okay. So طبعا فيكم تبلشوا انتو step by step. So فيكم تحطوا لك عندكم like dollar str equal to تحطوا انتو string من عندكم بداية تحطوا فيها الجملة اللي بدكم اياها. The boy ate an apple. Okay, but the apple. أنا هون مشان أنا قلت من دون الفواصل. Was not for the boy. So. هيدا الجمل هيدا السينج لانا ليك عبالي اني شقفها. انا ما بعرف اذا انتم طلعتوا شفتوا الهلب تاع الاكسبلود ميثود انا حاطط لينكس عليهم والى اخره. سو وانس اجين
كل شيء ممكن كيسز ممكن يمرقوا معنا، كان هني انه شو بترد شو بتاخذ، كلياتهم مرقوا معنا باول حصه فرجيتكم الاونلاين هيلب. يعني محل ما بتلاقي انت في براكتس للفانكشن بتعرف انه هذا الباراميتر از اوبشنال، محل ما انت عندك ريتيرن تايب هو ميكست او سيرتن فاريبل تايب هو ميكست، سو يو نو ذات يو كان باس تو ات اوكي فاريوس ديفرنت تايبس، يوجوالي بتكون بالريتيرن تايب اكثر ما تكون بالباراميترز. بس مثلا مثل is مثلا get type اوكي بترد لك شو التايب تاع variable معين، هيدي بتاخذ ميكس لان بتاخذ اي تايبينج كان انت عندك اياه. So if we insist on checking it out together اوكي مش حاط لكم اللينك تاعه هون، so you can google it yourself like php explode. So, مثل ما قلنا يعني like it splits a string by string. It actually it returns an array. Okay. بتاخد ال string delimiter اللي انت based on which you want to explode your string and the string that you want to explode. An optional parameter, an optional third parameter هو limit. Okay. So by default هون اخدين هني على قد ما في الماكسيموم انتجر بالحياة بياخدوا الليمت تاعيت النمبر اوف سب سترينجز اللي عم بيعملوا كت من السترينج تاعيتك بركي تعطيهم هيوج تكست. So what does this function? It returns an array of strings, each of which is a substring of string formed by splitting it on boundaries formed by the string delimiter. Okay? في split هون it does the same thing. Usually بيقولوا see also other methods. Yeah. See also بالأخير مثل أي Java documentation. So عندك preg split split string by a regular expression. Okay. تعرفوا شو هن regular expressions؟ No. مش مرقين معكم قبل. So انا اذا بدي اروح هون على مجموعة الفايلات تاعولي نسيهم بقلب الهومورك بدي اقول له فرجيني كل الفايلز اللي هن شكلهم homework something. اوكي ففي يجي له مثلا فرجيني كل شيء يبلش بكلمة home. اوكي work. اوكي work. homework star it matches anything else. مثلا مثل homework for answer key. اوكي homework for answer key هيدي like من ضمن ال results. okay كلمة star it replaces zero or many characters. okay إذا بقول له homework with a certain number من بعدها بصير بس بجيب لي actually الفايلات اللي هني في من بعدهم either a digit أو any subsequent character. okay هلا طبعا في كمان له هون بعالم الويندوز لأنه في عند extensions في له مثلا homework something homework مع حرف زيادة dot star اي كلام اوكي doc.pdf ما في مشكله في له اعطيني بس البي دي اف تاعولك. اوكي سو جيب لي اي فايل اسمه homework وراها حرف واحد بعدين dot بعدين بي دي اف. اوكي اذا في عندي بي دي اف وبي ان جي كمان في حط له بي ستار مثلا او بي علامه سؤال علامه سؤال كان it replaces بي ان جي او بي. اوكي سو ففي الستار في الانتروجيشن مارك في كمان في تقول له مثلا كل شيء ما ببلش بحرف يعني مثلا كلمه هومورك بس ما ببلش بهذه السب سترينج and you can describe a whole different string string up there. سو هذول بيسموا بالعاده regular expressions فيكم تعرفون. And it seems if you want to split your string based على مثلا سعبالي انا اجيب كل شيء في if and else بقلب كود جافا في قل له كل شيء شكله if بعدين star شو من كان بعدين منتهى بمثلا else رد لي في احصل على كل البلوكس اللي هنا اللي جوات بين الاف والالس. str split convert a string to an array of its substring مفروض هلا بده ينشاف التفاصيل تاعيتهم لينشاف شو مثلا split
multi byte string using regular expressions كمان using regular expression str word count by the way لحالها بت return information about words used in a string so بتعمل الشيء اللي انا عم بعمله هون okay and this split actually لحالها بت converts a string into an array الفرق بينه وبين ال explode انه you don't have the choice to precise which delimiter you are gonna use okay يعني انا هونيك لو كان عندي في اخذ يو ار ال معين مثلا مثل هذا اللي فوق واقول له split it please على السلاشز سي بيجيب لي كلمه php.net ثاني كلمه هي manual ثالث كلمه هي en رابع كلمه هي function-str okay ليه لانه بشوف كل ما لقى سلاش بيقص لي الكلمه اللي قبلها وبعدها okay فهذا الفرق مع explode هذا explode if you go up عندها هذا الفرق الكبير اللي هو it's the delimiter مش الحال لا نو يس مش الحال اوكي okay. فانت ما بعرف انه زبطت معك السبلت لانه انا بيس على السبيسز اكشلي يا ليش ما بينت هون عنا بالهل اوكي سو ميبي اتس ديبريكيتد لكن بهالحاله اوكي اذا ديبريكيتد اي دونت ريكومند انه تو يوز ات اكشلي اوكي بس هدول اللي هن قايل عنهم هون معناتها they are up to date ما في مشكله ابدا ومثل ما ملاحظين باخر شيء في عندكم انتم الامبلود it joins an array elements with a string an array of elements بتشكلهم as a string yes فعليا بالبارت نمبر 2 حيصير يروح يقراها دايناميكلي من التكست فيلد اوكي يعني بالبارت الثاني حيصير يقول لك هون حيكتب هون تك 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 اللي بده اياه بيقول له سبميت هيدي بتروح بتتشقف اون ذا سيرفر سايد وبتنبعت تيبل تو بي ديسبلايد هير اوكي فهيدي هي ما هلا عم نسويها هلا حنسويها اكيد اوكي لانه هو فعليا انا هون عندي مثل اسوشيتيف اري ما انتم ليكوا كيف انا شقفت لكم الاكسرسايز دعان الشغل سو فرجيتكم هون كيف انا بستعمل اكشلي var dump اوكي على هيدا الاري لتشوفوا كيف انه لايك طبعا على هيدا هو الريزلت تاع الاكسبلود هلا حشوف انا وياكم لحاله اعطاني كل السترينج لحاله اي كان دو انذر لوب لحتى ما اخذ كل السترينج وعمر هون على ظهره لما يكون هيدا الكي ايكوال تو ذات وورد either I initialize it with one or I increment the value of it بشكل بيطلع عندي associative array بقلبه كل كلمه طالعه بهيدا السترينج كل كلمة مختلفة طالعة بالسترينج وكم مرة هي طالعة بقلب السترينج You can do a for each loop هلا on this شو اسمه array وتقولي له بدل ما يعرض لك هون like this هذا الimplication array انه الimplication symbol في سيري يعرض لنا هون within the table مثل ما مبين تحت هون اوكي تقولي له for each one of them عرض لي new tr td حط لي فيه الكي سكر لي td td تاني حط لي فيه الvalue سكر لي تي دي and that okay so let's check it step by step anyway so let's call explode هون حسميها أنا substrings okay equal explode on the space for the str string okay sentence Let me display like var dump this substring. No. Okay. It's fine. So تعال نجرب بس هلا هيدا الكود. نحطيناه هون بقلب localhost slash homework 6 slash exercise 2.php. So good. Let's read it together. عطاني طلع لي array شكل ال explode method بتطلع لي array of strings طلع عنده size تاع 13 بقلبها 13 كلمة ثابت the هلا هون كمان ليعرض string معينة ال var dump هو بصير بيعرض لكم string وشو هي وبيعرض ال length تاعها it's a side effect of the var dump okay yes انا لو طبعا اكيد موجودين كل الدبل هذا بس عمل لك اكسبلود يعني بس عمل لك لا بارسينج شقف لك اياها اوكي قطع لك اياها اكيد هلا حاستعمل اري جديد تخيل فيه انه طبعا حيكون فاضي بالاول بس شو قال له اذا رحله على let's say let's call it word counts بقول له رحله word counts number
السترينج نمبر اي الموجوده هون يعني نمبر ذا بيقول هذه مش موجوده بيقول له اف ات از سات او اوكي ات سات از ايكوال ايكوال تو فولس يكون مش موجوده لكن رحلي عليها وحط لي فيها 1 else اذا موجوده اوريدي then خذ لي الفاليو تاعيتها زد لي عليها 1 وسات ات محلها اوكي سو this is how you can deal with the redundancy okay so فعليا هون فينا نجي نقول لك for each okay dollar substrings as dollar هون honestly يا جماعه فيكم تسموه لكل element فيهم اللي بدكم اياه كان في سميه substring typically اذا عندك مثلا for each dollar names as name اوكي okay. او في يقول لك مثل هلا انا عم غير الاسم تاعي انا بلش عم برجع عم considering them as words so for each word in substring هيدي هيك بتنقرا اوكي okay. so I'm gonna put كمان هون for each dollar word in dollar substring yes اوكي okay. فكل for each like value بقلبها حتكون هيدي word هروح هون على dollar word count a words count حط بقلبه equal الarray اللي بدي اعمله initialize like فيه يقوله equal like array افتحها سكره اوكي ما حط فيها شيء حاليا and then في يقوله هون actually if is set ال words count هذا الarray number ال word اللي أنا عندي إياها okay sorry number dollar word the word itself إذا كان معرفة هذه already then بقول له حط لي بقلب ال word count number word حط لي بقلبها ال value القديمة تاعتها plus one okay الست يعني معرفة بقلب الأري وهيدي أكتر شيء بتلزم لك بالأسوشياتيف أري بتستعملها كمان بالأري اللي هو منه أسوشياتيف لما يكون عنده بس إندكسز إندسز بس نهار اللي شو مثلا قلت له أنت حط لي فيها فاليو 2 3 4 بعدين مثلا بقلبه من 0 لل 3 بعدين فجأة قلت له حط لي سات أكشلي الوردز كاونت نمبر 100 على كذا فبيطلع كل اللي من بيناتهم they are not set موجودين هن بس بيكون الفاليو تاعتهم undefined nothing okay حيطلع له حيطلع حيبلش شوي شوي يقعد بقلبه values pairs of key equal value اول key حتكون هي the okay هلا the لانه منا is set فهون حقله انا like else then حط لي بقلب ال word count على هيدي ال position على الكلمة المعنية حط لي بقلبه actually one okay فهيطلع عندي key اسمه the okay ال value عند the هي is equal to one لما هلا يرجع يوصل لاحقا لكلمه ذا تانية اكشلي طبعا انا مش عامل تو لوور كيس بس انه هلا بنجربها اوكي سو فينا هون نقول له لايك دولار وورد ايكوال تو لوور كيس شو هي الفانكشن اس تي ار تو لوور اوكي لا دولار وورد سوري وين شو هي بهيدي على هيدا السطر عم تحكي لا لا لانه هون انا بعيط لاسم فانكشن بري ديفايند عند البي اتش بي دولار حتى بس قبل اسماء الفاريبلز اوكي وبعدين هون بالبي اتش بي ما في يعني ما في سو في فانكشنز هن اوبجكت اورينتد سو يو كول ذم اون ا سيرتن object بس هدول functions مثل explode var dump وهيك هن بياخذوا parameter بيطبقوا لك عليه شيء معين اوكي اوكي what else هلا مفروض يصير عم بيروح على كلمة the lower case اذا ما لقاها معرفة عم يروح يحط اللي فيها 1 else عم بيروح ياخذ الايميل القديمة اللي موجودة فيها ويزيد لي عليها 1 هيك حتصير 2 3 4 and so on اوكي هل اليوزر فوت باسورد فيها كابيتال
هيدي الفانكشن ممكن يستعملوها ب str جوجل يا يستعملوها بالباسوردز مشان اوقات اليوزر مثلا بيكون هو الباسورد كيس سنسيتيف يا بفوت كابيتال وسمول ليترز يا ابسولوتلي ابسولوتلي شور. او مثلا لما انت تدخل ايميلك الايميل ما في فرق بين السمول والكابيتال فهون بيحاولوا دغري تو لاور وبيخلقوا لك اياه. يس بيرفكت ليتس تراي ذيس كود. I saved it. Yes. ما عملت var dump لل array التاني. Up. Control C and then Control V ل dollar words count. Yes. بس حتى like إني كأنك مثل console.log أو something like that. حتى لأنه هي عم تعمل لك dump. هي بالعادة هي كلمة بيستعملوها مع الميموري. Okay. أحمد وعلي. So بيستعملوها مع الميموري like to have a dump of your memory and to get a snapshot of it. Okay. فهون بس انه بتعطيها بس like a simple variable and it will give you what's inside it. Refresh. So لاحظ هون كيف صار عندي. Okay. هيدا مثلا الاكسرسايز هل شقفة منه هدفها بس تخليكم يعني يصير انا وياك انه انا وياكم متأكدين انه في هذا الكونسبت اوف اسوشيتيف اريز. اوكي اشتغلنا عليه شوي صغير بالجافا سكريبت بس هون بده يكون خلص صار مسلم لانه تيبيكلي وقت مثلا الجلوبال فاريبلز مثل سيرفر دولار سيرفر اندرسكور سيرفر او دولار اندرسكور ريكويست او دولار اندرسكور بوست او جيت هن عباره عن اسوشيتيف اريز فلتحسك انه لتكون متاكد فهمت شو هن عباره عن شو مزبوط وما بقى تغلط فيهم ابدا ما فيك انه ما فيك تقول له ريكويست نمبر 0 هو مثلا النيم ريكويست ما حدا يخطر على باله هذا الكود يحطه بالامتحان لانه اتس ان اسوشيتيف اري ان يو اكسس ات يوزينج اسماء الفيلدز نيمز اللي كانوا عندك اياهم بقلب الفون اوكي او الاتريبيوتس اللي موجودين بقلب اي ريكويست عندك اياهم اوكي هون انت يو ار كرييتنج ان اسوشيتيف اري يور سيلف. هلا طبعا كان في واحد شعرفني يمكن يحط انه ما بينحل اكسرسايز تقريبا غير هيك بهذه الطريقه لانه اذا بدك تعمل شيء ريلي دايناميك ما فيك تعرف انت ان فاريبل تتنبا انه في ان ووردز بالحياه وتقعد تحط انه وورد نمبر 1 بلس بلس على ايدك تعمل هدول القصص اوكي نو واي. يعني الحل الثاني هو انك انت تعمل انت مثلا مثل ان اندفينيت اري اوكي تحط بقلبه تعمل تو بارلل اريز اوكي يكون النمبر 0 باول اري هي الكلمه بحد ذاتها والنمبر 0 هون تحت هي كم مره موجوده وتعمل فانكشن تبرم لك بقلب اول اري لتلاقي وين البوزيشن تاعيتها لهي الكلمه تروح على اذا طلعت بوزيشن نمبر جي تروح على بالاري الثاني بقلبه بس نمبرز تروح على البوزيشن نمبر جي تقلها بلس بلس كمان لقيت كلمه منهم وهيك بصير بالاخير لتعرضهم بتروح على اول اري والثاني بتقول فور كل 0 2 ان عرفتي الوردز نمبر اي مقابلها ايكوال ساين وانجل براكت بعدين عرض لي النمبر اوف اوكيرنسز نمبر اي اوكي بس ما صار يعني اوكي صار عندك تو بارل اريز وعم تلبك فيه وانت عم تفتش عليهم والى اخره هو كل هذا الكود كانه بويلر بليت كود جاهز خالص من ورا الاسوشيتيف اري الموجود هون اوكي واللي نحن ما المفروض يكون غريب لانه اشتغلناه بالجافا سكريبت مزبوط اوكي يا اوكي يا اوكي سو فهمتوا الابروش تاعيته سو بياخذ مثلا ذا اوريدي بيروح ببرم عليها ببقيه الكلمات بشوف اذا في وحده ثانيه ايكوال لها بيعد الكاونت وهيك بصير بيعرض لي بعدين على السكرين ذا طلع هالقد مرات بعدين ثاني كلمه ان سو اون سو فورث. هلا لانه بدل ما كنت انا مثلا هذا الاسوشيتيف اري هلا لانه صار جاهز خالص بقلبه كل الداتا اللي انا بدي اياها صار اذا انا عم بعمل له ريتيرن من قلب فانكشن عندي معينه في له فانكشن اسمها انالايز سترينج اوكي ديكومبوز سترينج اند جيت نمبر اوف اوكيرنسز اوف ايتش سمثينج بدك اياه هذه بصير تعيط لها ات ريتيرنز ذس اسوشيتيف اري وبشرحها انا بالهلب تاعي كانه مقدم اي بي اي في استعملها هون في استعملها باي محل ثاني. هلا الكود الثاني اللي بده يروح مثلا يعرض لي التيبل بيطلع كثير لذيذ بيروح على كل فاليو بجيب القيمه تاعتها وبيعرض لك اياها. هلا كان فيك بهذا البارلل اري لتردهم ازيز لانه ريتيرن ما فيك تعمل ريتيرن لتو ديفرنت فاليوز ما هي ففيك تعمل انت مثلا دبل دايمنشنال اري اول دايمنشن فيه هي الكلمات وثاني دايمنشن فيه هي كلن اوكي بس كمان يعني كمان لبكي وهيك كان فيك ترده از سينجل ريزلت. الايديال ثينج عن جد هي انك ان يرد هذا الاسوشيتيف اري فكمان بفرجيك هيدا اي فيري نايس يوز اوف الاسوشيتيف اري سوري عندك انت اوكي اوكي فجهزتهم وخلصتهم بس انه بالبارسينج كنت عم تعمل على 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 ايدك اوكي فيري نايس nice.
Why not? Okay. مش الحال هذول في عليهم شي question؟ أنا عندي سؤال على PHP يا جماعة. إيه. عندي كود كامل من أول لآخره HTML. فأخذته على البيش PHP وحطيت إيكو وحطيته بين شو اسمه؟ مش حال. To a large extent مش رح يمشي الحال لأنه إلا ما يكون بال HTML كود تاعك مستعمل دبل كوتس بمحل معين. أوكي؟ بس بدك تقعد تغير عرفت؟ وبعد فانه بس انه ايديالي اذا كان كل شيء مجهز فيه ومصفى مثلا افترضنا كلياته معمول دبل كوتس ابسولوت متاكد منه then in this case you can use single quote من هون وsingle quote من هون تقول له like echo it بس كمان I don't think لانه actually هن الدبل من ضمن الفروقات بين دبل كوتس وsingle quotes في شيء ممكن تنزل فيه على السطر الثاني اوكي في شيء ما فيك تنزل يعني في وحده بس تخلص السترينج اذا عبالك بعد تكفيها يو هاف تو ميك لايك سبيس وباك سلاش وتكفيها على السطر الثاني فساعتها اني واي بدك تعمل بوست بروسيسنج كل هدول اتش تي ام ال لاينز لانه عن جد فيهم باك سلاش اندز منهم فيهم بدك تحط لهم لايك باخر السطر باك سلاشز او سمثينج لايك ما اتذكر شو هي شو اسمه اوكي بس مشان تقول له بعدني عم بعطيك انا اي كومبليت سنتنس بعدني عم بعطيك كومبليت سترينج بس هي سترينج بقلبها باك سلاش اند اوكي فبس هيدي تراعيه هات تو تكنيكاليتيز دبل كوت سنجل كوتس وانه وماشي على نفس السطر يعني بس اذا بتجيب لي كود اتش ام ال مكتوب هو صنف ورا بعده على نفس السطر ومصفيين مثلا ما في بقلبه الا سنجل كوتس حطوا بين دبل كوتس اكيد بيمشي الحال مش مشكله اوكي تعمل كنترول اف على الكود اللي عندي حطيت له ريبليس دبل كوت مع سنجل سطر اي وريبليس كل الباك سلاش ان بماشي كمان لازم تشيل كل الانترز تحط محلهم ماشي مشان يطلع ريلي سنجل سترينج اه بي ار ما خصك فيها بي ار ات ويل بي انتربريتد باي ذا براوزر بس هي بتنكتب مثل ما هي بالدوكيمنت بي ار اي ثينك يمكن انت اللي بدك اياه انه اذا صار هيك عرض لي كل هدول الاتش تي ام ال شو اسمه كونتنت اذروايز عرض لي شيء ثاني مثلا سوري يو كان نوت لوج ان او اوكي اه اللي فيك تعمل انت فيك تعمل تستعمل الريدايركشن وحده وفيك مش ريدايركشن لتروح عند الكلاينت ليعمل ريدايركت على اتش ام ال بيج معين لا فيك انت من قلب الاتش تي ام من قلب البي اتش بي تقول له سيرف ذات بيج او سيرف ذات بيج وهالبيج هيدي بتكون هي يا اما بيج بي اتش بي بحد ذاتها يا اما بيج بيور اتش ام ال اوكي اوكي سو خلصنا هيدي البارت ناو وي شود pass to the next step. بدو منا هون حقيقة in the same file write a form consisting of a single text field and a submit button. The action attribute to the form should be the same page that the form is on. فهون كان فينا نحط البيج مثلا انه تاخذنا على الاكسرسايز 2.php بس بركي انا غيرت اسم الفايل. اوكي فلا تخلي صفحه معينه الفورم الموجوده فيها تاخذك عليها هي بحد ذاتها يو كان يوز ذا دولار سيرفر بي اتش بي سيلف اوكي يعني دولار سيرفر اتفقنا وانس اجين هي مثل معلومات عن الريكوستر براوزر اي وعم تساله هون انت للبراوزر شو كانت الصفحه اللي انت كنت فيها فبيقول لك انا كنت بالاكسرسايز 2.php اه بس بتاخذها هي ذاتها غير له اسمه لو سمي هومورك 6.php بيطلع مزبوط كمان The form should send the contents to the text field via GET. Upon submitting the form, you should be redirected to the same page, but the URL should contain the string from the text field as a GET request normally behaves. Okay? Perfect. Side note on, I'm like prevent security vulnerabilities with the with this code on. On في more information على هذا link. So actually, اللي حاول يشوف منكم اللينك بيشوف انه سوري اللي بيكون كاتب هيدا شو اسمه الكود there is a way actually انه الزلمه يزعب البيج اللي هو كان موجود عليها قبل ما يعمل سبميت ف there is no guarantee انه ما ينخدع الكود البي اتش بي بيعرف حاله هو على صفحه كان قبل اوكي this is why actually كمان حتى محل معين في بالهيدر يلعب بالهيدر تاع الريكوست ويزيد كود للسكريبتنج ثينجز في عية لكود malicious كود او اوكي but avoid all this all these problems اللي فيك تعمله انت تعيط لكلمه لفانكشن اسمها html entities اوكي هدفها ان تعمل لك فلترنج لكل شيء في malicious كود ممكن ينزت عندك انت دايناميكلي بقلب الكود تاعك اوكي سو وي كان جوجل ات ا ليتل بيت حتبين معنى اهميتها لاحقا لما نحكي عن الماي اس كيو ال وفرجيكم كيف فيكم تعملوا اس كيو ال انجكشن اللي هي one of the known attacks so html
entities. Okay. هيدي convert all applicable characters to HTML entities. شو المقصود فيها؟ المقصود it's kind of like of it escaped it escapes كل ال special characters اللي ممكن يعملوا لك injection للكود بقلب الكود ال PHP تاعك انت. Okay. Once again it حفرجيكم اياها على الاكزامبل تاعي. طبعا هي ما بتاخذ شيء الا string معينه and usually typically بكون هي value that you received from the user. Okay. فمثلا اذا انا هون حطيت في text field معين كتبت فيه hello, اذا زلمي كاتب dynamically حاطط هذا علامه السؤال equal dollar hello dollar message, فبتطلع كلمه hello مثل ما هي. مزبوط. هلا اذا تنبأ الزلمه انه انا كبروغرامر هيدا الشيء اللي انا كاتبه, شو في يعمل؟ في يقول الكلمه اللي انا الفاليو تاعت الكلمه هي بحد ذاتها مثل ما هيدا تنكتب هي دبل كوتس ملزقين ببعضهم مع علامه دولار ساين مع مسكره. اوكي, هيك بصير اللي عم ينطبع بقلب الصفحه هو تسكيره التاج. ذن بيرجع بيفتح التاج وبيرجع بيكتب لي كود بي اتش بي تاني, بس بيخليني باولني شيء انا مثلا ماني قايله اصلا بالكود البي اتش بي تاعي. اوكي, هذا شيء مثلا كثير خطير كمان حتى مع جافا سكريبت ايفال او شيء. وانس حس الاتاكر انه انت عم تعمل ايفالويشن لهذا الفي عم يو ار يوزينج ات تو دو سمثينج, مشكله. حشرح لكم اياها بعالم البي اتش بي اتاكس, بعالم الماي اس كيو ال اتاكس من هلا, ولو انه نحن حناخذ الماي اس كيو ال افتر ذا فيكيشن. سو إذا أنا عندي هون like text field معين هون اسمه like name. okay, بالعادة ممكن الزلمة يحط لي like بلال. okay, عمله هون مثلا search by في name age اللي بدك كيم. الزلمة هون إجا by default الزلمة البريء بيحط اسمه, بيعمل search ليشوف مين هن اليوزرز اسمه بلال. مين منكم أبدا مش إخد SQL databases؟ perfect. so بالعادة الزلمة حيروح يصير يقول له select اللي بدك إياه, select star إذا بده عشوائي يجيب كل المعلومات عن الهذا from let's say users from أو students أو اللي بدك إياه from اسم التابل users, وحيكون كاتب where, وهيدي كل الكويري بيكون عم بيشكلها على إيده حاططها as a string. أوكي, عم بيشكلها وبالأخير بيقول له هذا string executed on the database, فعم بيشكلها as a string. وهون شو بيصير بيقول له where بيحط name is equal to, بسكر الكوتس وبيحط هون اذا بعالم بي اتش بي بيحط دوت مشان يعمل concatenation, اذا بعالم جافا او سي بلس بيحط بلس مشان يجمع. اوكي, هون بيقول له بلس الدولار نيم اللي هي شو اللي هي قاعد بقلبها كلمه بلال. يعني هون لايك دولار نيم, هيدا عم نحكي سيرفر سايد, دولار نيم از ايكوال للدولار اندرسكور جت. اوكي, اللي اسمها نيم. اوكي, اللي هي عن جد ما كتب هنا في هذا الفيلد. مزبوط. سو فاذا اخذ كلمه بلال مثل ما هي حيكون دولار نيم از ايكوال تو بلال, يمكن بعدين كونكاتينيتد مع شيء اسمه لايك اند تك 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 وخلص الكويري هون. ماشي الحال؟ مثلا تحديدا لما يكون الايج مش معلم. طيب وين المشكله لحديت هلا؟ لحديت هلا الاتاكر او الزلمه عم يستعمل الويب سايت بريء. المشكله لما يصير عم بيستعمل ويب سايت حذق ومتخيل انا شو عامل بهايند ذا سينز. ممكن يصير يجي يقول لي تخيل لو هون محل الفيلد اللي اسمه نيم, راح الزلمه عطاني something like that double quotes semicolon. اوكي, بلش يكتب يعني شو عمل؟ حط لي انه نيم از ايكوال تو, سكر لي الكودز يعني equal to ماشي, فهيك حروح يجيب لي كل اليوزرز حط semicolon. يمكن انا مثلا ممنوع يشوف كل اليوزرز, هذا ابسط شيء, هذا ابسط attack, بصير يرد له result كل اليوزرز. اوكي, انا مثلا حاطط انه انا شو حاطط براسي, لا انا افشو, انا اذا ما بيعرف اسم حدا ما بجيب له اياه. اوكي, اكثر من هيك انا مثلا هدول اشياء كانوا مثلا مش مسموحين عندي هون بالسيستم بالجامعه اوريدي, فاجي مثلا محرقص مثلا بدي اكتب انا ما عادي يعني, بس اقعد اتنبأ فيه مثلا اقول له equal to star بيجيب لي كل شيء. اوكي, سو از او اقول له لايك ستار, ف انه دغري بياخذها وبيزيد على الكويري طلعت مزبوطه. ليه؟ لانه مش عاملين للاسف الشديد يعني كانوا ما بعرف اذا بوقتها قبل ما انا اقول لهم كانوا مش عاملين وات وي كول لايك فلتريشن على هيدا او اسكيبنج لهدول سبيشال كاركترز, لانه هدول بيعتبرون سبيشال كاركترز. هدول اذا شيء قبل ما ينحطوا هون مثل ما هن وينزادوا عندي بقلب الكود دايناميكلي, اوكي, كان المفروض
ينعمل لهم escaping، يعني يعني يتحولوا مثلا سيمي كولن بحد ذاته ما في واحد لك like انه يعني هي مفروض يطلع يفهم علي مفروض انه اسمه للزلمه هو ستار دبل كوتس سيمي كولن، هيك مفروض يفهمه اوكي، فبده يحولها ينسى انه هي لك like انه هي كود جي من 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 اتش ام ال انبوت فيلد، انه بده يروح على سيلكت كويري يشيل يصفيهم لهدول يعتبروا هذا هو اسمه للزلمه، يعني ليترالي ينكتب هيك بقلب الكويري. لما بدك تكتبيها بقلب الكويري هدول السبيشال سيمبل يا اما بدك تحطي باك سلاش سيمي كولن يا باك سلاش دبل كوتس يا شيء مشان يقبض الزلمه انه اسمه هيك، او بدك تقولي له اس كيو ال شيء بس بدك تحدي له شيء تاج معين يعني. فهن بيصيروا بيعمل عنك بكلمه اتش ام ال انتيتيز بيصفي كل هذا النيم المكتوب وبيحط لك محله بس كل شيء نيسيسري. سو اكثر من هيك يمكن انا عن جد مسموح اني اشوف كل الاسماء منا مشكله، بس انه تشوف بعد اكثر من هيك لو انا مثلا بيخطر على بالي انه بس عملت له شيء ايرور معين يعني هون، اذا قدرت احط له شيء فاليو غلط سيئه مثلا حطيت له شيء فيد مش موجود اند اكس واي زد ايكوال تو 3 بيقول لي دغري بيعمل لي ايرور. افترضنا كمان هون الزلمه مش حاطط انه كل الايرورز بالبرودكشن مود يتفلتروا وتركهم انه يبينوا عنده وبيبينوا عند الكلاينتس، فبصير ببين عندي ايرور بتقول لي شو في مزبوط بالماي اس كيو ال بيقول لي بالتيبل اسمها يوزرز اعطاني اسمها للتيبل، هذا احلى شيء كان بدي انا بالحياه. There is no شو اسمه اوقات بيقول لك ان تيبل اسمه يوزرز اللي فيها اي دي نيم انه ما ادري شو بيقول لك شو هن كلياتهم فارتشر ما في كولن اسمه اكس واي زد. اوكي ميرسي حبيبي. طيب يلا ام غانا انسرت صحيح ما في اكونت لنفسي بس انا حزيد اكونت هلا بقى لنفسي. سو بقول له بعد السيمي كولن بقول له انسرت لايك ان يوزرز تك 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 يو كان ايماجين وات ام دوينج هير اوكي وبخلصها لانه بيتنفسوا قبل ف you will get a new record. صار فيك تخلق eventually record وهمي مثلا لك ببنك هلا بنك يمكن انه عاملين كل شيء لازم لهيدا بس انه اذا مثلا محل معين يمكن تقدر تخلق اكونت لك مثلا شيء مدرسه معينه اذا هيدا او eventually يمكن جامعه وتنتظر وتنجح اذا تعرف شو هن اسماء المواد والكودات وتحطهم زيدهم على ترانسكريبت اخر شيء بتيجي بتقول لهم جايز بدي بس انه تخرج بليز بدي الشهاده ما لهم شيء معك لانه سيستم everything is اوكي سو هذا بس بنهي للين بس مشان ما تكون عم تحفظوا الميثود حفظ اكشلي لازم تعطوها هذا المعنى اتس كولد اتش تي ام ال انتيتيز وعن جد هي بس قصدهم فيها تو اسكيب اول ذا سبيشال كاركترز ويتحولوا ل ليترالي عن جد مثل ما هن بيعنوا انه يصير اني anyway اللي مكتوب هون بهذا الفيلد هو يعني اكزاكتلي مثل انت كتبته اوكي سو هات لنجربها هون عنا شو هي سو كان اول شيء اي اللي زيد فورم هيك انا بتخيل المره الماضيه زدت انا وياكم فورم هون للجريت سو حاخذها هي ذاتها للفون كنترول في الميثود طالبها هو انه تكون جت الاكشن بدل ما اقول له exercise 2.php في له هي ايكوال ل بدي هون بفتح البي اتش بي اوكي بقول له هون لايك ايكوال ل دولار اندرسكور يس سيرفر يس هون بي اتش بي يس اوكي سنتاكد من السنتاكس تاعها يس بي اتش بي اندرسكور سيلف اوكي هلا هون الانبوت تاعنا هو المفروض يكون اوف تايب تكست يس بس النيم حنسميه given string given string والبطن اسمه submit حنسميها like analyze string او اللي بدك اياه تعطيها اي value انت بدك اياه اوكي let me recheck هون شو بيصير معنا اذا نحن عملنا هون like refresh للبيج تاعتنا اوكي page down so هون صار عنا هذا الفيلد it's worth it انه كمان to inspect the element لنتأكد اذا الميثود والهيدول ليك ما عمل escaping yes اوكي are you sure no this is the thing and I think انه خبريه الاسكيبينج yeah. هون هون عاطيني اكيد ايرور بمحل معين سو صفحه فاضيه ما فيها شيء so there is an error actually بس مش عم يخبرني هلا شو اللي عم يصير انا بتذكر هيدي شورت هاند تعيتهم هي لايك like without without this thing here
تشيك تشيك تشيك. طيب نحن فينا نعمله نحط لك بي اتش بي نريح راسنا. اوكي اند ذن وي يوز ايكو. اوكي سو احيانا شيء بالحياه وي ار غانا يوز ايكو اند ذن وي بوت ا سيمي كولن هير. اوكي سو هلا مفروض تصير تشتغل معنا as expected. So let us refresh. Yes. الفورم هون هي got and you can notice انه الاكشن شو اخذها منه لحاله homework slash homework 6 slash exercise 2.php. Okay. So لحاله اخذها تمام. Okay. Sorry. الاكشن فاضية and it will call the same page. اللي انا فيها يس اللي هي exercise2.php. Sometimes actually you need, يعني انا بس كنت هون الفتلكم نظركم لا انا اوقات مثلا بدك تقول له اذا ما هيك رد على نفس الصفحه else كذا. So you can always use this parameter whenever you see it convenient. Okay. It happens a side effect للفورم انه اذا ما حطيت للاكشن it remains within the same file. Yes. هذا side effect لل HTML treatment للفورم. Okay. Okay. So sorry. هلا شو بيكون بعد فاضل لي جايز؟ يس مفروض اول شيء اخذها لهيدي السترينج اند اي هاف تو كول اول ذا باراميترز اون ات. شيء سو باي ذا واي كل هذا الكود اصلا انا كان في احطه بالفانكشن هلا صار جاهز معي صار في احطه بالفانكشن بياخذ سترينج بيعمل فيها اللي بدنا اياه. سو هيدا ام غانا لايك كومنت ات هون ححط لايك فانكشن اسمه count words. اوكي يس بتاخد هون str اللي انا مستعملها جوا وكل هدول اللاينز في يعملون لايك like indentation لجوا وهون باللون I can also like uncover هذي الفار دامبس. اوكي او خليهم هلا حاليا بعدنا عم نعمل debugging. اوكي and the function I need two braces for it. هون هون. Okay. ومفروض بالأخير أنا I have to return this word count. So return dollar word count. Okay. Semicolon. اللي هو words count with an array. هلا هون I have to parse the params from the request. Okay. Yes. So أنا مفروض يكون في عندي like the string actually like given string حسميها is equal to yeah. لأنه هم مأكد لي إنه it's a get في يعتمد أخذ على كلامه. إذا بدي يكون أنا flexible code تاعي إذا غير وحطه post مثل ما اتفقنا فينا ناخذ dollar underscore request بصير عطالة على الناس دي كيف ما برمى I still get the same value. اسمها لهيدي هي the same variable name اللي أنا هون حطيته. اوكي ملاحظين اللي يكون موجود هون تحت بالفورم it's called given string. اوكي هلا فينا نسين اللي نحنا like count words نعيط له بالكود تاعنا ونحطها هون بقلب نمرق له dollar given string. هذه مفروض ترد لي word occurrences words counts. Okay. Which is an array. وهذا الأري اللي أنا فيه actually يعمله var dump أو فيه يعمله display. Okay. As a table as I like. Okay. So like maybe like very quickly إذا هون أنا بشيل var dump من هون بشيل var dump من هون بس نتأكد إنه everything is happening well. في يقول var dump لهيدا الفاريبل اللي انا معرفه برا. اوكي تتاكد انه صار معي انا الريزلتس موجودين عندي هون برا. اوكي اند ام جاست كولينج ا ميثود. بيرفكت ليت اس ريفرش اور بيج ناو. شو عندي بعد الايرور تاعي؟ اوكي لان انا مش مرق لشيء. So لما تكون منا set هالميثود حتعطيني اي كلام. So I have just to check it first ما هيك؟ yeah. So بركي هذا الباراميتر منه معرف if is set
the given string. Okay, then I can call this code here. Otherwise, I do nothing. Okay, let us refresh this page now. ليش الفون بعده مش مبيني؟ get تحط الفورم الاول كمان تعمل سبمشن حتى يشتغل الاف you mean on this thing here okay هيدي هلا حاخدها بس ححطها تحت جوات هيدي اوكي يب ستيل مش مبسوط counters تك 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 جيتنج ايه هو الغريب انه مش عم بيعطيني في ايرورز بولا محل مش انت هيدا سوري بدك تعمل بوست تعمل سبمشن لحتى يشتغل الكود ال بي اتش بي مظبوط ولا لا؟ يا فالفورم لازم يكون فوق هلا سبمشن ساعتها بيشتغل الكود طب انا اذا حطيت هيدي هون لايك وير ذا جيفن سترينج از ايكوال تو هلو اوكي بس طب بس ها I know بس انه بس اتاكد اذا هي المشكله من الفورم ايه ولا لا بس I'm wondering actually ليش معناه انا قايل له انه if it is set the given string then do this اذا ما نسيت مش مفروض يعرقلني actually سوري وين قصدك وين حط يعمل تشيك على الاسيت ذا جيفن سترينج هون لا هون هي variable هون هي string literally اللي عم بعطيه اياها هون اوكي هون هي variable هو بس لو يقول لي بس اي سطر منه عاجبه تنتفهم نحن وياه so otherwise set طيب خلينا كمان نحن نجرب شغله اذا دول شلناه هون we're doing nothing with it refresh اوكي اذا شلت لهيدي من هون أب. كمان عم يمشي الحال so it seems انه عم بتكون هي عبره انه it is set بقلب الاري بس هو المفروض انا اعملها check up انه هي منا null or something like that اوكي so I'm gonna add this this check up later on هلا اذا بقول له like var dump لهيدا ال dollar given string لشوف شو كان قاعد بقلبه يا شو قصدك؟ شو قصدك؟ مش عم بفهم مثل ما هلا نحن طلعنا من شوي بيكون في عندك error مثل نحن هلا عم تطلع لنا اياها ليه؟ في عندك exactly okay so هون var dump actually مش عم بيكون set بال هذا ال variable بالمرة so maybe I have to يعني هي بس عملية verification لهذا ال given string لأنه عم بيكون مشي بالحياة مش عم يشتغل معنا الكود عليه so let's suppose هلا حاليا بهذا ال version هنتركها هيك نعيط لنا احنا من فوق and we are gonna call these methods on it هاتيا اللو وين هذه السترينج تاعتنا فينا نجيبها من هون the boy ate an apple but the apple was not for the boy up let's write it here analyze and you get the results okay so exactly مثل الريزلتس اللي انا كنت طالع معي من قبل بس هلا simply حاطتهم عن جد بقلب لك اخذهم dynamically من قلب parameter مرقتهم لfunction وما انهم موجودين عندي انا بقلب الكود تاعي okay so once you get this result هلا بدك تصير تعمل عليهم iteration بقلب table ف what you can do هون خلص انت مجرد ما هون حجزت ال variable
Yes. ففيك كمان نفس الشيء تقول له if it is set this word count and then you can add it here. So we can write like a table tag. Okay. Slash table. I think you get the idea. فيكم تفكروا فيه ترجعوا لنهار الأربعاء تحلوا على الأخير. And then like a table row for each actually حتى هذه part فيني like I can make it dynamic. Okay, so I can use yeah a PHP tag here. بسكرها بفتحها هون بلايك for each. Sure. كله سوا بقلب بعضه. يس يس انا هون بس عبالي فرجيهم كيف فيهم يخلطوا بين الاثنين سوا. اذا انا راح اقول له انا for every words count as dollar word implies او associated to dollar count. اوكي okay. سو so استعملت اي فورم من الفور ايتش لوب؟ استعملت الفورم اللي كان موجود عندي هون. سو عم بعمل for each key equal value موجودين بقلب الاري نيم do the following. اوكي okay. كان في استعمل الفوقانيه بس انا هون I need both of them. كل كي هي عباره عن كلمه والفاليو هي كم مره هي موجوده بقلب الاري. سو table by the way البوردر تاعيته لازم تكون like equal to 1. So for each one of these شو مفروض اعمل؟ مفروض روح اعرض tr slash tr مزبوط جواتها وكمان اعرض اثنين تي ديز حط فيهم وحده حط فيها باول تي دي حط الوورد بثاني تي دي شو حط الفاليو تاعتها 100% اللي هي هون سميناها دولار كاونت. مشان هيك انا في اجي اقول لك انه برجع بفتح هون البي اتش بي اوكي وبسكرها. يس شور انا هون بدي اسكرها فوق كنت بس وين حسكرها؟ حعمل تاب بنزل لهون مسكرها بالاول مشان يدلوا الكود تاعي كانه انا عم اكتب اكشلي لوب عاديه. وهون انا فعليا كل شيء بحاجه له للفور ايتش لوب اني حط له بريسز لايك ذات. اوكي مية بالمية لانه حينعرضوا مثل ما هني بس هيدي البارت من الاتش تي ام ال جاي تحت السكوب تاع الفور ايتش اللي هي اكشلي سوري بعدها ما حطيت لها كمان هون بريسز. اوكي لاحظ كيف الفور ايتش تاعيتي مبلشي قبل هذول التي ار سلاش تي ار ومسكرة هون. فهذا implicitly هلا حيصير يتنفذ يعني writing the tr slash tr will be executed n times على عدد ما في items بقلب ال words count. okay so this is the magic of combining you know, of writing the html tags. when كان مثل ما عم بيقول هيثم كان في ما وقف هون انا التاج ورجع افتحها مره ثانيه تحت البريسز في ضلني انا مسحب فيهم بس يدول كل شيء انت كاتبه هون عنوه بدك تستعمل محله كلمه echo. اوكي okay. It's 100% equivalent على انك تكتبه هو بحد ذاته without writing anything. يشبه اللي عملناه في جافا سكريبت وقت تنعمل ليست حطينا الليست بقلب الجافا سكريبت. يا اوكي فهذا الشيء كثير مهم انك تقدر تعمل جنريشن دايناميكلي للكونتنت. هلا كل تي دي مفروض شو يكون في بقلبها يا جماعه؟ كل تي ار مفروض يكون في بقلبها تي دي سلاش تي دي مزبوط. اوكي مرتين مره يكون في بقلبها الاسم مره يكون في بقلبها الهيد. هلا شو الادفانتج تاع هالخبريه عن خبريه الايكو؟ انه هون مثل ما انت شايف الاندنتيشن للتي ار والتي دي وكيف هن راكبين جوات التيبل شو اسمه تاج حيطلعوا عندك اياهم بالفاينل فايل تاعك اتش ام ال حيطلع اكزاكتلي اندنتد ان ذا سيم واي. اوكي بس سمبلي هون انت شو اسمه يعني الايكو بتصير بدك انت تحط سبيس تقول ايكو تحط سبيس 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 بعدين كلمه تي ار. لا هون هن كل شيء مكتوب هون حيطلع اكزاكتلي مثل ما هو. هلا بس هون جوات هذا التي دي في استعمل انا فيري كويكلي التاج لايك بي اتش بي لالو لايك ايكو ذا ووردز ذا دولار وورد اوكي اتسلف سيمي كولن اب اند ذن افتر ووردز على جوات تاني تي دي I can output the count. هي يكون عارفين الخبرية. So when we refresh like our page مثلا هاي دي let's say
سو طلع معه كلمة ايكو مرة، كلمة دولار وورد مرة، وهي الكلمة الغريبة مرة تانية. اوكي، شي شي تاني شي تالت الى اخره الخ. سو انالايز and then you get like شي مرتين تاني واحد الخ مرة. اوكي، سو within the table. طبعا الديك تيبل النهاية هو محطوط بعد فيه title. التايتل it's quite easy. ما هي you can write it هون before. شور 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 شور، وكله بيكون دايناميك. يعني اذا اليوم التنين خلي كذا، اذا مثلا كيف اكشلي لايك جوجل ويذر مثلا بيعطيك هيدا لايك ذا فيموس شو اسمه لا في هذا بالاب تاعته بتلاقي مثلا بيعطيك انه ثيم كانه ليله، بتحس انه كل شيء هيك صار بالليل او صباحه وكذا، لانه حتى الثيم والباك جراوند ايمج والستايل وكذا كله بيس على قديش هلا انت تايم اون يور ديفايس، فبياخذ منك التايم والكذا والهيدا اند ذي ريتيرن تو يو لايك ا ديكوريتد تيبل حسب انت كيف هلا انت السيتويشن تاعتك. ذي كول ات موبايل سنسينج او سنسينج. اوكي، is it fine guys؟ انا بهمني the technical part of this، واذا بدك يعني شو بدي اقول لك، فيك تغلط بكثير قصص بهم، يعني انه او تعملهم بطريقه مثلا مختلفه مثل ما كان عم بيقول يستعمل الايكو بدالهم. اوكي، سو فيك تحيد. شفت الطريقه تاعت مصطفى مثلا 100% مزبوطه، ما حدا بيقدر يقول له عليها شيء to parse the string او to. اوكي، بس توصل لمحل اذا عندك هذا الاري like you're gonna iterate on it the same way. حتى انا قلت لكم فيكم تحطون ان تو ديفرنت اريز، واحد بقلبه الكلمات واحد ثاني بقلبه، بس هي حلاوتها تستعمل اسوشيتيف اري. ما خطر على بالك انت مش هشيل عليه علامات لانه كودك صح، بس مثلا انه هدول التكنيكس اوف لايك اوبننج ذا بي اتش بي تاك كلوزينج ات تو سويتش بتوين البي اتش بي مود ذات از جينيريتنج اتش ام ال كود يوزينج ذا ايكو instruction او getting back to pure HTML code. هذا الجانجلينج بيناتهم لازم يكون كثير قادرين انتم تعملوا برياح. اوكي جايز، هذا كان نقطه ناقصه من HTML و PHP pure like that. هون لما نقول بس على ليك كان فيك تعمل انكلود لبي اتش بي فايل ثاني هو يكون بقلب هيدي المثل. يعني انت هلا لو بحاجه بعشرات الفايلات تاعولك تكون تقسم كلمات عم يبعثوا لك اياهم، فيك تحط مثل لايبرري فايل، بكره بنتعلم كيف بنعمل له انكلود عنا. اوكي، ففيك تصير تحط انت مثل لايبرري اوف ميثود كولز فانكشن كولز، وحده اسمها سبليت وحده اسمها كاونت ووردز وحده اسمها اوكي، وبتحطهم انت بتستعملهم للازل عندك. اوكي، ف you just include them. هلا نحن هون مسابق انه في functions عارفين عن PHP، نحن we don't include anything، هن لحالهم included by default، بس انه هن معرفين كمان in similar PHP files. فهدول فيك تصير تحطهم على جنب and you can combine them. وفيك تقول لحالك تعمل what they call the MVC approach، انك انت تخلي الموديل بمحل، الفيور بمحل، والكنترولر بمحل، بشكل انت يكون البيجز اللي هن answers للزبونات. قال له في عندك page اسمها display words counts okay dot php، هيدي هي بتنتظر منك باراميتر انت تكون مرق لها من برا اسمه يكون عباره عن اري او تو اريز بالبون ووردز والكاونت تاعهم، وهي بتهتم انها تعرض لك اياه. فهي بس ما بتعمل شيء الا انها تعرض. اوكي، ات جيتس داتا فروم، بس كيف الداتا از كالكوليتد؟ يو هاف البي اتش بي فايل بيكون ات هاز نو ايديا، بيكون حقيقه مخلقين دائما في بي اتش بيات فايلز على جنب مجموع بيخلق يونت اسمها لايك ذا كنترولر. هي بس هدفها بيجي لما بيجيني الكويري اسمها count the words that I typed لأنه حدا فقس على فورمة معينة، I redirect to that page and I do the calculation and I redirect to that page. هو بيهتم بس بالبزنس لوجيك انه شو لازم رد له اي صفحة للزبون بيس على الريكوست اللي هلا انا اجاني. فيك تعمل هيك لايك انه elegant framework using the include بيصير بيمشي الحال، او انك تعيط redirect to that PHP file and pass to it that parameter. اوكي، فيك تعمل هدول القصص، بس like for this tiny exercise it wasn't really required. كان في شيء بعد بهذا الاكسرسايز انا ما مرقت عليه؟ اوكي، سو هون عم بقول لايك از سات تو تشيك whether certain entry already exists، الاستر لينث تريم كمان، سو وات ايفر يو وونت كم من هذول الفانكشنز كان فيك تستعمل تو دو ذا ثينج. اوكي، شو كنت عم تقولي لي انت؟ لارجع على سؤالك، يس انه يو ار اكسبكتد تو بي ايبل تو ديباج يور كود وتشوفي شو اللي عم بيصير فيه. اوكي، هلا انا honestly مع مشان ما ضيع كنت الوقت بالسيكوال اوف ذا اكزكيوشن، بس انا هون كان عندي بالوامب سيرفر في روح هون على لايك اباتشي روح شوف الايرور لوج اند اي كان ديتكت كل الايرورز اللي عم يصيروا عندي، ليش في عندي مثلا ريكوست عم بيخبص او شيء. اوكي، سو يو كود تشيك ذم اب
age, I need to decrease its size. على الساعة that's on Sunday, Monday December 19 اللي هو هلا اليوم. So بجيب لي كل الكويريز اللي أنا عملته هون. Okay, so هذا December 19 هون. So عطاني generating secret for digest كذا كذا. Okay, so هذا ما عطاني شيء, هذا لأنه الأباتشي سيرفر أنا ما صار في عندي مشاكل بال بالسيرفر. So بركي in PHP error log. سوري كفايل إيه, انت ما عندك ايه قلت لي موجود بس فاضي. كنترول اند. اوكي سو ليكو وين الايرورز. هذه مهمه كثير لك الا انت عم تقولي كيف بدي اعرف وين. وكل الشباب اللي كان اليوم عم بيصير معنا على ال 21 دقيقه, يعني انا اكشلي من 6 دقائق تقريبا. اوكي الاشياء اللي كانت عم تصير معنا كان عم بيقول لنا undefined index بقلب ال هيدي اي ثينك ديسمبر 12 December 19 من هون وبرايح. So مرة كان عم بيقول لي في عندي unexpected equal sign بقلب ال exercise 2 بالline 20. Yeah, هيدي محل ما حطينا. Yeah, okay. I think أنا مبارك عامل شيء بالconfiguration مغير لي ما بقى مبينه عندي. So this is why. بعدين قال لي undefined index given a string على line number 3. سو شايفين كان عندي انه مش قادر يروح على على هيدا ال variable name. اوكي و otherwise كان رجعت لي اياها مرة تانية. once انا زبطتها بطل في عندي مشاكل بالمرة. اوكي سو هون بالعادة انه المفروض يبينوا عندكم باي ديفولت. انا ما عاد ذاكر شو مخبص recently بال configuration ما عم بيطلعوا عندي بال browser. اوكي سو That's it. Is it fine? Okay. So الأربعة إن شاء الله بنحاول نكفي ببركي بارت صغيرة يكون مثلاً ما إذا دغري بفوت من ماي اس كيو ال أو بمرق بمرحلة intermediate مع الفايلز to be checked up. هلا بشوف كيف هاو هيك الفيلينج بيقول لي لأنه we still have after the vacations four sessions. Okay. يعني تعتبر three sessions and أنتم من الناس الصفوف العاملين منيح. إذا بدكم نرجع عملكم كويز ما عندي مشكلة. خلص بلاش.